وزارة الوزارتين حكومة باب الحوار من أجل الرد بكل شفافية وردينا أكثر من المطالب لأن عندنا قناعة بأن خصنا نكونوا أطباء من الجودة العالية لأن هذا الشيء اللي جاي السنين المقبلة كيحتمل لنا باش نكونوا أطباء من الطراز العالمي. الوضع الحالي ما غاديش نخبي عليكم لا يبشر بخير، وتمديد المقاطعة لا يسمح لنا بإيجاد بدائل لإنقاذ السنة. إذا استمرت المقاطعة لفترة أطول سيكون لا بد من التوجه نحو حلول أخرى قد تؤدي إلى خسائر فادحة. سيناريو 2019، بغيت من هذا المنبر نأكد لكم ونتوجه لجميع الطالبات والطلبة وجميع الأمهات والآباء لن يعيد نفسه بتاتا. كلمة ماشي غير ديالي، كلمة ديال الحكومة. لن يكون هناك دورة استثنائية. وامتحانات الفصل الثاني قد تمت برمجتها في بداية يونيو المقبل. كنطلب من جميع الطالبات والطلبة وجميع الأمهات والآباء وكنطلب منكم السيدة النائبة باش تقنعوا الشباب باش يمشي يدخل ويدوزوا الامتحانات ديالهم ويرجعوا للأقسام ديالهم. من 50 مطلب حققنا 45. ما بقاش شي نقاش ملي كنقول لكم 45. هذوك الخمسة النقاط ربما نعطيكم أمثلة بغينا نشاركوا في الانتقاء ديال الطلبة اللي غادي يدخلوا من بعد البكالوريا. ما بغيناش لانترنا، ما بغيناش نديرو ستاج براتيك. تنظن بان كاين شي حوايج اللي غير مقبولين نهائيا. بالنسبه للحوار تنظن بان اليوم ما بقاش حوار وطني نهائيا، كاين حوار في جميع الكليات، في جميع العمداء وجميع الرؤساء كيستقبلوا جميع الطالبات والطلبه، واللي كانت تقدر تحل محليا غادي يحلوها محليا، ولا كان شي مشكل اللي ربما خص الوزارتين يتدخلوا باش يحلوه احنا موجودين وان شاء الله نحلوه لان ما كايناش شي حاجه اللي معجزه. شكرا. كل شيء نحلوه. انتهى الوقت.